في إطار حديثنا عن تعليم تعلم القراءة في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، سنتحدث في هذا المقطع عن المنهجية، عن منهجية تعليم القراءة وتعلمها في السنة الأولى باعتماد الطريقة المقطعية. فكما نعلم يركز تعليم تعلم القراءة في المرحلة الأولى على تعلم الأصوات والحروف العربية مع الحركات القصيرة والمدود والتنوين والشدة وفق طرائق مختلفة كما رأينا في المقطع السابق، لكن سوف نقتصر في هذا المقطع على الحديث عن الطريقة المقطعية. وتقوم هذه الطريقة على تعرف الصوت أولا، ثم الانتقال إلى ربط الصوت بالحرف الذي يمثله وتشكيل المقاطع مع الحركات القصيرة والمدود والتنوين والشدة، ثم تشكيل الكلمات وقراءتها على أن لا تندرج في هذه الكلمات أو تدرج في هذه الكلمات إلا الحروف التي تمت دراستها والتعرف عليها. وتعتمد للطريقة المقطعية على منهجية تتضمن مجموعة من المراحل. المرحلة الأولى ما يسمى بأنشطة الوعي، ما يسمى بأنشطة الوعي بالصوت. إذن خلال هذه المرحلة، أول مقطع من مقاطع هذه المرحلة هو تعرف الصوت باعتماد الاستماع والنطق. وهنا يطالب المدرس المتعلمين بالاستماع الجيد والنطق بكلمات يقترحها أو يسمعها المدرس تروج لصوت معين، مثلا صوت الدال أو صوت الد من الأصوات تنطق مسكونة، مثل مثلا مدرسة، دفتر، يدق، درهم إلى آخره. ولكن ينبغي لهذه الكلمات أن تكون من الكلمات المألوفة والكلمات التي يعني يروجها التلميذ عادة في محيطه القريب، كالأسماء المتعلمين والمتعلمات، أسماء بعض الأدوات المدرسية إلى آخره. ثم يكتشف المتعلمون الصوت انطلاقا من هذه الكلمات، ينطقون نطقا صحيحا بالصوت، ثم ينطقون الصوت مع الحركات القصيرة والطويلة، ثم يبدأون بالاشتغال اللعب بهذا الصوت من خلال مجموعة من الأنشطة، كتقطيع وحدات صوتية، يعني تقطيع مقاطع تحتوي على الصوت إلى أصوات. ثم كذلك أنشطة عزل الصوت، وفيها يقدم المدرس يعني كلمات، يطلب من المتعلمين عزل الأصوات، عزل الصوت الذي هو محور الدرس. ثم كذلك من بين الأنشطة تمييز الصوت عن غيره من الأصوات، خاصة الأصوات المتشابهة من خلال أنشطة مختلفة. وهنا يحرص المدرس في مختلف الأنشطة المقترحة على النطق دائما على النطق الصحيح بالكلمات والأصوات. وفي أنشطة تمييز الصوت هناك يشتغل المدرس على التمييز، تمييز الصوت عن أصوات تشابهه، عن حذف الصوت في كلمات وترديد الكلمة دون الصوت، عن إضافة الصوت المعني لأصوات أخرى،
عن استبدال صوت بآخر، عن وصل صوت بأصوات أخرى للنطق بكلمات لها معنى، عن تغيير صوت رتبة الصوت، عن تغيير رتبة الصوت مجرد الدراسة في الكلمة، عن دمج مقاطع لتكوين كلمة تحتوي على صوت. إذن هنا يشتغل الأستاذ مع متعلميه يعني عبر مجموعة من الأنشطة على الصوت، والهدف من كل هذه الأنشطة هو الوعي بالصوت. إذن وهنا يرصد المدرس الصعوبات الصوتية ويعمل على تجاوزها عن طريق أنشطة لتصحيح النطق مع إخراج الأصوات من مخارجها الصحيحة. المرحلة الثانية ضمن هذه المنهجية هي أنشطة تعرف الحرف، أنشطة تعرف الحرف، وهنا ينطق المدرس بالصوت الموضوع الدراسة ويربطه بالرمز الذي يمثله على مستوى الكتابة في وضعياته المختلفة. يلاحظ المتعلمون الحرف ويرددون الصوت المقابل له، ثم بعد ذلك يشتغل المدرس يعني عبر مجموعة من الأنشطة على الحرف، وأنواع الأنشطة تختلف. فنجد أنشطة وصل الحرف، وصل الحرف المعني بالحركات والمدود، ثم بتنوين الفتح والضم والكسر، ثم بالشدة، وصل الحرف بالحروف الأخرى لتشكيل كلمات يكتبها المدرس على السبورة، على أن لا تتضمن الكلمات إلا الحروف التي سبقت دراستها مع المتعلمين. وهذا مبدأ الأساس في من مبادئ القراءة المقطعية. ثم قراءة الحرف مفردا وموصولا والانتباه إلى ما يقرأ عليه من تغيير بسبب ما يجاوره من حروف. من بين الأنشطة كذلك تمييز الحرف، لتمييز حرف عن حروف تشابهه رسما. من بين الأنشطة كذلك يعني حذف حرف، إضافة الحرف إلى حروف أخرى، ويعني نفس الأنشطة التي اشتغل عليها الأستاذ يعني في مرحلة الاشتغال على الصوت يمكن أن يشتغل بها في مرحلة يعني الاشتغال على الحرف. إذن بالنسبة للمرحلة الثالثة من مراحل يعني درس القراءة المقطعية، التدريب على القراءة، وينبغي في هذا المستوى تدريب المتعلمين على قراءة النصوص، ولكن بالتدرج انطلاقا من الحرف، فالكلمة، فالجملة البسيطة، ثم الجملة المركبة، ثم قراءة فقرة، ثم قراءة النصوص. يعني أول خطوة يعني يخطوها المدرس مع تلامذته هو الانطلاق من الحرف إلى الكلمة، فيتدرب المتعلمون على قراءة الحرف مع الحركة والمدود، ثم يتدربون على قراءة الحرف ضمن كلمات قصيرة من مقطعين مثلا، يتدربون على قراءة كلمات طويلة فيها الحرف المعني باستعمال دائما استراتيجية التهجي. بعد ذلك يتم الانتقال من الكلمة إلى الجملة، وأثناء هذه الأنشطة يتدرب المتعلمون على قراءة جمل تتضمن كلمات يرد فيها الحرف المعني مع الحروف التي سبقت دراستها. وينبغي هنا ربط كلمات الجمل بصور، في بعض الأحيان بصور تساعد المتعلم على إدراك معنى ما يقرأ. ثم يمر بعد ذلك من الجملة إلى النص، وأثناء هذه الأنشطة يتدرب المتعلمون على قراءة الحرف في سياق نص قصير يراعى عند القراءة يعني التركيز على تعليم المتعلمين استراتيجيات القراءة المقطعية
من خلال التدرب على قراءة كلمات الكلمات التي تكونها مختلف الحروف التي سبقت دراستها. وهنا لا بد من رسم الصعوبات الصوتية والعمل على تجاوزها عن طريق أنشطة لتصحيح النطق مع إخراج الأصوات من مخارجها الصحيحة. وكذلك ينبغي تدريب المتعلمين على النطق بالتنغيم واختلافه باختلاف الجمل الواردة في النص. ثم ينبغي كذلك ألا نغفل أنشطة خاصة بالفهم، لأن القراءة بدون فهم لا معنى لها. إذن إنجاز أنشطة للفهم، لفهم الكلمات، لفهم الجمل، لفهم النص إلى آخره. ثم يمكن هنا أن يميز المتعلمون بتوجيهات من المدرس أنشطة قرائية مختلفة لدعم مكتسباتهم المتعلقة بالحرف الجديد. وشكرا.